نشوف بعد محاربتهم للدين في 9 بيقولوا انه الحدود بتاعت ربنا قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن وجلد شارب الخمر، الحدود النزل الله من السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها في السلسلة الصحيحة: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد بس يقطعوا يد واحد سارق، واحد بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ده أخير لأهل الأرض كله، مش بلد واحدة، الأرض كلها تنزل مطر 40 يوم على جميع الأرض وما تتوقف ولا يوم، يقطعوا يد سارق واحد بس، ده أفضل من أنه المطر تجي في الأرض كلها 40 يوم. والحديث في السلسلة الصحيحة. نشوف بيقولوا شنو عن حدود ربنا دي. أيوة 9 عن العقوبات البدنية الموجودة في التشريعات، يعني دي حاجة منافية، دي جابوها في قناة S24. وطبعا القنوات السودانية، قناة السودان، قناة أم درمان، قناة الخرطوم، قناة السودانية 24 وغيرها، بقت مفتوحة للشيوعيين وللجمهوريين، ما في أي حاجة ثانية. شيوعي فضل قول حارب الدين طوالي، فضل جمهوري فضل فضل يتكلم لما نفطر في القنوات دي، بقت مفتوحة. إذا لا في حرية لا في سلام ولا في عدالة، ده كله كذب غشوكم به، ونحن من أول يوم قلنا نازل كذابين وشعاراتهم دي والله كاذبة، وهم زي الكيزان إذا تكلمت فيهم أقول لك أنت كوز، والكيزان إذا تكلمت فيهم زمان يقول لك أنت شيوعي. كل الشغلة دي واحد يا إخواننا، واحد. عشان كده والله الأحزاب دي غير ما ضرتكم ولجنت البلد، العيشة بقت ب 15 جنيه، يعني كم ضعف؟ 15 ضعف. الدولار ب 317 جنيه، الريال ب 83 جنيه، كيل السكر فوق ال 200 جنيه. السبب الملقطين ديل نشروا الإلحاد وحاربوا رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى بيعاقب العباد الصالح والطالح إذا كسر الخبث والمنكر. في البخاري دخل النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب رضي الله عنها: أنا أهلك يا رسول الله كلنا وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ناس بيسبوا في الله ده، وقالوا دين الله ما نافع، وقالوا القرآن النزل والله ما نافع، وكبروا مرة واحدة جابوا صور قالوا ده الله ذاته، أي مسلم عاجبه عاجبه والما عاجبه يقع البحر. يبقى كيف الله يفتح عليكم يا جماعة؟ أنا أهلك يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أهو ده الهلاك، عيش دقيق كله بايظ، مع إنه البلد منتجة وزراعية أولى في العالم، ثروة حيوانية الأعلى والأكثر في العالم، ونحن برضو جعانين. ليه؟ لأنه في ناس زي ديل قالوا دين الله ما نافع والناس ساكتة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ده عقاب ولا ما عقاب؟ بقروشك بقروشك ما تلقى عيش، بقروشك ما تلقى بنزين وجاز، بقروشك ما تلقى غاز، بقروشك انت، يعني انت ما ماشي تشحن، انت عندك قروش ودي شايلة، ما عندك الحاجة تشتريها بها، والقروش في نجام أكتر من كده بيجيكم. إذا سكتوا على الباطل ده ما أنكرتوا، وأنا ما بقول يعملوا المتطرفين التفجيرات والقتل، لا، ده ما عنده علاقة بالإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من روع مؤمنا أو هدم منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، صحه الألباني كما عند النسائي. ده ديننا نحن، لكن لابد تنكروا الكلام ده يا إخواننا. من رأى منكم منكرا فليغيره
انتوا خايفين ليه ما قدر تنكروا؟ يقول لك والله لو انكرت طبعا انا مدير في الشركه وبيشيلوني. رزقك ما على الشركه ولا على الناس شالوك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انكر الكلام ده بالحجه وبالحكمه وبالدليل من الكتاب والسنه. والله نحن حلفنا بالله موضوع ده ابدا ما بنخليه، والناس اللي نحط معهم قرض، والمره الحبابه اللي قالت دايره معي مناظره، اليس فيكم رجل جمهوري؟ كله ما في راجل؟ دي كلها ما رجال؟ دي كلها ما صلاه زي ما قال ذاك؟ دي كلهم ما رجال؟ البدل والكريفتات دي كلها ما رجال؟ جيبوا راجل، جيبوه عشان نجغموا هنا لما انتوا تحتاروا ذاته. وانتوا بتين بتعرفوا المناظره؟ قران بتقروا غلط يا اخواننا، من الورقه كاتبينه، لو في الورقه بيقرا غلط. دار تناظر شنو انت؟ طيب شغلها واصل. موجودة في التشريعات، يعني دي حاجة منافية. العقوبات البدنية دي هي بتحط من الكرامة الإنسانية، فبيبقى أصلاً ما ممكن أي مادة تكون العقوبة فيها الجلد أو الغراء. يعني دي حاجة، دي إذلال الأمة، إذلال البلد، إذلال الشعب كامل. أنت اللي بتذل الأمة والبلد والشعب، أنت اللي بتذلهم، لأنه الجلد والقطع وغيره ده دين ربنا وسبقت الأدلة، وربنا خلق الناس لا يمكن لا يعلم ما يصلحهم أو يفسدهم وهو خالقهم من عدم. وقد قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم؟ طيب